السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى حضراتكم تكونوا سامعيني كويس مش مهندس أسامة السلام عليكم وعليكم السلام ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام بخير الحمد لله تمام. أه ممكن خمس دقايق بالظبط ونبدأ؟ اه تمام تمام انا بس بتاكد يا ريت الناس تكتب رقم واحد في الشات لو الصوت واضح يعني عشان نتاكد قبل ما نبدا تمام وان شاء الله بدايه موفقه في كورس تكلا ستراكشرز بيزكس كده مع الباشمهندس اسامه باذن الله التوفيق يا باشمهندس ان شاء الله بشكرك يا فندم الله يكرمك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا بحضرتك يا فندم أه استاذن الساده الحضور أه اذا كان الصوت واضح استاذنكم بتكتبوا رقم واحد في الشات آه آه. 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 تمام يا باشمهندس الصوت آه واضح آه. 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 صوت كويس قوي كويس آه. قوي النهارده آه. آه. عندنا محاضره عن آه التكلة اللي مع المهندس سما العزازي هو خريج جامعه حلوان فرع المطريه استراكشر آه. 2016 هو حاليا شغال انستراكشر بيم انجينير في اريبيان انترناشونال كومباني اي سي هو حاصل على الاوتوديسك بروفيشنال في الريفت المعماري والانشائي والاتقاد ويشتغل في العديد من المشاريع فعنده خبره عمليه ممتازه في مترو الرياض ومطار الكويت الدولي ومشاريع النفط وغاز في اذربيجان والمملكه العربيه السعوديه وبيرو فان شاء الله محاضره مفيده وممتعه ان شاء الله. اشكرك يا باشمهندس عمر على المقدمه الجميله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البدايه بحب ارحب بالساده الحضور واتمنى ان شاء الله يوصلوا لاكثر استفاده من التكلا ويبينار. ان شاء الله احنا هنتكلم عن البيزكس الخاصه بالتكلا ستراكشر. هنتكلم ان شاء الله في ثلاث محاضرات، النهارده اول محاضره. في البدايه برضو بشكر بيم اريبيا وبشكر نقاط 알렉산دريا على استضافتهم للويبنار احب اعرفكم بنفسي انا اسامه العزايزي خريج هندسه المطريه دفعه 2016 جامعه حلوان قسم الهندسه المدنيه اشتغلت في مكتب الدكتور عمرو رضوان بعد التخرج وبعد كده اشتغلت ستراكشر بيم انجينير في اريبيا انترناشونال قبل اي اي سي أه بجانب الخبرة في الشغل أه أنا أوتوديسك Certified User في الأوتوكاد وفي ريبت أركيتكتشر وكمان أوتوديسك Ambassador في سيلفر بجانب إن أنا أوتوديسك Certified Professional في الأوتوكاد وفي ريبت أركيتكتشر وفي ريبت أستراكشر قريبا إن شاء الله Certified Professional في ريبت ميكانيكال وريبت إلكتريكال أه في البداية هنتكلم إن شاء الله إيه على أول محاضرة إيه هي الكونتنتس اللي إحنا هنتكلم عنها في أول محاضرة اول حاجه هنتكلم ايه هو التكلا سوفت وير بصفه عامه هو عباره عن ايه ويستخدم في ايه وايه هي البرامج التي تحمل اسم التكلا وبيستخدموا في ايه بشكل بسيط جدا بعد كده هنتكلم ازاي ندخل على موقع التيكلا ستراكشر وازاي نعمل سيت اب للتكلا سوفت وير وللانفايرمنتس اللي احنا هنحتاجها عشان نعرف نشتغل على برنامج التكلا بعد كده هنتعرض بعد السيت اب للتكله هنشوف ايه هي التكله انترفيس قدامنا وهنعرف ايه هي التابس والروبنز ومكونات البرنامج بعد كده ان شاء الله هنتكلم ازاي نعمل كرييشن للجريدز وازاي نعمل كرييشن للفيوز وللليفلز عن طريق الجريدز وبالطرق الاخرى بعد كده ان شاء الله هنتكلم ازاي نعمل دروينج للستيل ممبرز على البرنامج بعد ما عملنا كرييشن للجريدز بعد كده هنتكلم بشكل بسيط ازاي اعمل ايديت في الستيل ممبرز اللي انا رسمتها عن طريق اوامر القط او اوامر الكوبي او اوامر الموف اول حاجه هنتكلم عليه ايه هو التكلا سوفت وير التكلا سوفت وير هو برنامج من البرامج التي تعمل بتقنيه البيم يستخدم في المنشات المعدنيه والخرسانيه والبريكاست وغيرها يستخدم في عمل ديتيلنج مفصل للستيل ستراكشر وهو خاضع لشركه تريمبل هناك العديد من البرامج التي تحمل اسم تيكلا ولكن تيكلا ستراكشر هو اشهر برنامج مستخدم منهم تيكلا ستراكشر ديزاينر يستخدم في تصميم المنشات المعدنيه وهناك ايضا التكلا تيتس ده ممكن اعمل عليه اوتوميشن للريبيتيف تاسكس للديزاين اوف ستيل ستراكشر في برضو التكلا باور فاب ممكن استخدمه في البورت تشيزنج في الاستيميشن وغيرها من الاستخدامات ولكن احنا ان شاء الله هنتعرض لبرنامج التكلا ستراكشر عشان اتعرف اكتر على البرودكتس الخاصه بالتكلا هقدر ادخل على تكلا دوت كوم سلاش برودكتس اقدر اشوف ايه هي البرامج الخاصه ببرنامج التكلا لو احنا جينا هنا فتحت اللينك اللي انا وريته لحضراتكم في الباوربوينت هيفتح لي تكلا سلاش برودكتس هلاقي السوفت وير الموجوده قدام حضراتكم هلاقي اول حاجه التكلا ستراكشر اللي احنا هنتعرض له ان شاء الله بعد كده التكلا ستراكشر ديزاينر التكلا تيتس التكلا باور فاب تريمبل كونكت وهو كلاود بيست ورك شيرنج يستخدم في عمل ورك شيرنج بين الفيرمز مالتيبل فيرمز عشان اوصل بنسبه عاليه من الديتيلنج والشوب دروينج وكمان اكون مرتبط بالكونستراكشن بروسيس هناك ايضا التكلا موديل شيرنج لو انا عايز اعمل شيرنج للموديل بتاعي وهناك التكلا سيفل ده يستخدم في مشاريع الانفراستراكشر ومشاريع الطرق بشكل عام ولكن احنا ان شاء الله هنتكلم على برنامج تكلا ستراكشر ازاي نسطب برنامج التكلا وازاي نسطب الانفايرومنتس الخاصه ببرنامج التكلا اول حاجه عشان نسطب برنامج تكلا ستراكشر كايدوكيشنال فيرجن اضغط على داونلود تكلا سلاش تكلا ستراكشر سلاش فور ستودنتس لو انا اخذت اللينك دوت كوبي بيست في الجوجل طلع لي اللينك دوت دي البرودكت الخاصه بالتكلا ستراكشر في منها ثلاث انواع فور بزنس في فور بارتنرز وفي فور ستودنتس دي ان شاء الله هنشتغل عليها عشان احمل برنامج التكلا بضغط على تكلا كامبس مجرد ما اضغط على تكلا كامبس هيدخلني في اللينك الخاص بتحميل البرنامج، بيطلب منك في الأول إنك تعمل ريجستريشن عشان يخليك تحمل برنامج التكلة. بتدخل من هنا بتعمل ريجستريشن، أول ما تدوس على ريجستر هيطلب منك إنك تكتب الفيرست first name، اللاست name، الإيميل ادريس، والباسورد، وتعمل create new account. بيطلب منك إنك ترجع للايميل الخاص بيك عشان تعمل تفعيل للأكونت. بمجرد ما تعمل تفعيل للأكونت، وترجع لنفس اللينك اللي احنا كنا فيه عشان حضرتك تحمل برنامج التكلا كأيديوكيشنال فيرجن بيدخل حضرتك على اللينك دوت على campusetekla.com slash download بيطلب من حضرتك انك تعمل I have read and confirm I am 14 years old or old, older واقدر من هنا احمل برنامج التكلا كأيديوكيشنال فيرجن كده احنا عرفنا ازاي بشكل سريع نحمل برنامج التكلا تمام كده ده كده بالنسبه للsetup اوف تكلا ستراكشر بعد كده هنشوف ازاي نثبت التكلا انفايرمنتس قبل ما ندخل على تكلا انترفيس تعالوا نشوف ازاي نثبت التكلا انفايرمنتس وايه هي تكلا انفايرمنتس بشكل عام لو انا رجعت على نفس اللينك اللي انا كنت فيه هلاقي في حاجه هنا اسمها اديشنال انفايرمنتس الانفايرمنتس في التكلا هي المكتبه الخاصه ببرنامج التكلا اللي بتحتوي على البروفايلز والماتيريالز اللي انا بحتاجها عشان اعمل ديتيلنج للمشروع بتاعي سواء كان كونكريت او سيل ستراكشر لو انا نزلت تحت شويه كده هلاقي الانفايرمنت الاكثر استخداما احنا في مجال شغلنا بنسبه كبيره جدا يعني 90% او اكتر بنتعرض للثري انفايرمنت وان كان اكثرهم هو الميدل ايست انفايرمنت ممكن استخدم الديفولت انفايرومنت ممكن استخدم اليو كي ولكن احنا ان شاء الله في الويبينار بتاعنا هنشتغل على الميدل ايست ولكن ان شاء الله عشان نطبق على المشروع اللي احنا هنشتغل عليه في الويبينار الناس ان شاء الله بعد ما تنزل برنامج التكلا وتسطبوه هتنزل الثري انفايرومنتس الخاصه بالميدل ايست الخاصه باليو كي الخاصه بالديفولت وكده احنا نقدر ننزل ستراكشر نقدر ننزل الانفايرمنتس اللي احنا هنحتاجها تصطيب برنامج التكلة وتصطيب الانفايرمنتس الخاصه ببرنامج التكلة زيها زي تصيب اي برنامج عادي جدا سيت اب نيكست نيكست ويتسطب معاك البرنامج بكل سهوله نفس الكلام في التكلة نفس الكلام في الانفايرمنتس كده احنا قدرنا نعرف ايه هي الانفايرمنتس وازاي نسطبها لو احنا رجعنا تاني على التكلا انترفيس بعد السيت اب لبرنامج التكلا وبعد ما نسطب الانفايرمنتس الخاصه ببرنامج التكلا اللي احنا هنشتغل عليها بعد ما تفتح برنامج التكلا بتطلع لك الشاشه دي بيطلب منك ايه هي الانفايرمنت اللي انت هتشتغل عليها واحنا اتفقنا من شويه ان احنا ان شاء الله هنشتغل على الميدل ايست الرول بتاعك والكونفجريشن بتاعك هو انت هتستخدم البرنامج في ايه ده في حاله ان انت لو هتستخدمه الاكثر من استخدام ولكن احنا ان شاء الله هنشتغل في مجال الستيل فده ان شاء الله هيكون الرول بتاعنا الرول هيكون ستيل ديتيلر والكونفيجريشن هيكون ستيل تعالوا نفتح برنامج التكلا ونتعرف سوا الانترفيس بتاعته لو انا جيت من هنا اخترت تكلة ستراكشر 2020 هيطلع لي اول حاجه الشاشه اللي انا وريتها لحضراتكم اللي هتخليني اقدر اختار الانفايرومنت اللي احنا هنشتغل عليها وهنختار الرول وهنختار الكونفجريشن. لحظات بس بيفتح البرنامج. قبل ما هفتح الانترفيس بالبرنامج وهتكلم فيها هشوف لو في اي حد عنده سؤال لغايه ما احنا واقفين دلوقتي هسمعه ان شاء الله. دلوقتي قدام حضراتكم الانفايرومنتس الخاصه اللي حضرتك ان شاء الله هتحملها الديفولت انفايرومنت الميدل ايست انفايرومنت اليو كي تقدر تحمل اكتر من انفايرومنت انت عايزها مفيش اي مشكله ولكن احنا ان شاء الله هنشتغل على الميدل ايست انفايرومنت الرول زي ما قلت لحضراتكم في اكتر من رول تقدر تستخدم فيها البرنامج ولا ان شاء الله هنشتغل على الستيل نفس الكلام في الكونفيجريشن تقدر تشتغل على اي نوع منه ولكن احنا ان شاء الله هنشتغل على الستيل ديتيل هندوس اوكي هتفتح معاك الشاشه الخاصه ببرنامج التكله اللي تقدر منها سواء انك تعمل موديل جديد او انك تفتح اي موديل انت كنت عامله كريشن قبل كده زي ما حضراتكم شايفين دي الانترفيس المبدئيه لبرنامج التكلا هنا بتلاقي الريسنت فايلز اللي انت بتفتحها على البرنامج هنا الاول موديلز اللي انت اشتغلت عليها الشيرد موديلز دي لما حضرتك تشتغل على حاجه اسمها تكلا موديل شيرنج ودي اتكلمنا عنها دي بنستخدمها لو عايزين نعمل ورك شيرنج لو في اكتر من حد غالبا بيكون في نفس الفيرم بنبدا نعمل حاجه اسمها شيرينج للموديل وهنشوف ازاي بنوصلها في الانترفيس الخاصه ببرنامج التكلا بعد كده عندي قائمه نيو ان انا عشان اعمل موديل جديد وابدا اشتغل عليه طيب تعالوا نبدا آه نكريت موديل جديد ونبدا نشوف الانترفيس الخاصه ببرنامج التكلا هنسمي الموديل وليكن مثلا آه بيم ريبيا ويبينار هاخد الاسم ده كنترول سي بعد كده بيقول لي place ان انت بعد ما اخترت اسم المشروع حضرتك هتعمل place لي في انهي مكان ممكن هنا ادوس براوز هعمل ان بروجكت تكلا او هعمل اعمل فولدر بنفس الاسم هعمل select فولدر كده انا قلت له اعمل لي بليس في الفولدر ده بعد كده هل الموديل ده هيكون سنجل يوزر ولا مالتي يوزر ولا انا هعمله ستارت ترمب كونكت كولابوريشن لو انا هبدا اشتغل كلاود بيزد ورك شيرنج السنجل يوزر والمالتي يوزر سواء انا هشتغل على الموديل لوحدي او هيشتغل عليه اكتر من حد فانا بحوله لمالتي يوزر بعد ما اخترت الاسم واخترت المكان واخترت أنه هو يكون سنجل يوزر ابدا ادوس على create بعد ما ادوس كرييت هيبدا يعمل لي كرييشن للفولدر الخاص ببرنامج التكله وهيبدا يعمل لي كرييشن لبعض الفايلات اللي احنا هنحتاجها في عمل المشروع طيب انا على البرنامج يفتح انا ممكن اشوف لو في اي اسئله موجوده حاليا في الشات لو في حد عنده سؤال لغايه دلوقتي ممكن يتفضل تمام اتس اوكي يعني غالبا يعني الحمد لله ما فيش اسئله اتمنى يكون وات إز ذا اوبشن اوف بروجكت مانجر باشمهندس حسين بالنسبه لدور البروجكت مانجر هي بتختلف من uh, شك... شركه للثانيه بمعنى ان اللي بيكون مسؤول على المشروع بيكون مسؤول عن الورك اوردر بيكون uh, في بوزيشن اسمه السكشن هيد بيتم طرح عليه المشروع من قبل المانجمنت uh, في الشركه بيبدا يستلم المشروع بيشوف ايه الاسبكتس بتاعته ايه هي الستاندرد المشروع بيبدا يستلم اللوح الاي سي الخاصه بالمشروع بيبدا يعمل لها اساين اللي عنده او اللي تحت ادارته بيبدا يقسم المشاريع حسب الورك اوردر المتاح وعلى اساسها بيتم اختيار الستاندرد المطلوب بيتم اختيار الانفايرمنت المطلوبه بيتم عمل التمبلتس المطلوبه اللي هو ما يسمى بالبروجكت سيت اب عشان اقدر أنفذ المشروع وأعمل له سيل ديتيلينج بشكل أسرع. أتمنى أكون جاوبت على سؤال حضرتك. زي ما حضركم شايفين دي الانترفيس الخاصة ببرنامج التكلة. في البداية هو بيعمل لك باي ديفولت 3 دي فيو لبرنامج التكلة. with default grid. تعالوا نتكلم آه ايه هي التابس او الريبونز الخاصة قدامي. اول حاجة عندي الستيل ريبون. الستيل ريبون دي اللي اقدر اعمل منها كرييشن لأي ستيل إليمنت سواء كولوم سواء بيم سواء بولي بيم او كيرفت بيم او بليت. البولت لعمل المسامير الويلد لعمل اللحمات والبولت بارز عشان اقدر اعرف المسامير يعني بالبلدي كده هي رابطه ايه بايه تمام يعني مدير المشروع لا يستخدم البرنامج بتبقى حالات وحالات يعني ولكن بنسبه كبيره اللي بيشتغل على المشروع بايده كديتيلنج بيكون الستيل ديتيلنج انجينير بعد ما بيخلص المشروع بيديه للسنيور اللي بيعمل له تشيكنج على الشغل بتاعه بعد كده ممكن يدخل المرحله النهائيه للتشيكنج ممكن من قبل السكشن هيد بيعمل له تشيكنج خلاص اوكي okay, كونفيرمد يبدا بعد كده يعمل الفولدر ستراكشر الخاص بالمشروع ويبدا ينزله للشوب عشان يتصنع مدير المشروع مش شرط ان هو يستخدم البرنامج يعني ما اهم حاجه يكون عنده مانجمنت كويسه يعرف يدير المشروع يعرف يوجه الناس بحيث ان هم يطلعوا المشروع بشكل اسرع لكن مدير المشروع اللي يستخدم البرنامج يعني في حالات وحالات ولكن بيبقى قليل جدا uh, difference بتوين كاد ستيل ادفانس حضرتك قصدك يا باشمهندس خالد على اوتوديسك ادفانس ستيل اوتوديسك ادفانس ستيل جزاكم الله اياكم باشمهندس حسين الاوتوديسك ادفانس ستيل من البرامج الخاصه لاوتوديسك uh, بيتم عمل بيه كريشن للستيل ستراكشر ولكن uh, بتبقى فيه مميزات للتكله وبتبقى فيه مميزات للادفانس ستيل للامانه انا ما تعمقتش بشكل كبير في الادفانس ستيل ولكن من ضمن النقط اللي موجوده في الادفانس ستيل ان هو ما بيعملش مثلا كريشن للسين سي فايلز لكن التكلا بيعمل كريشن للسين سي فايلز السين سي فايلز يعني دي هنتكلم عليها في المحاضره الاخيره دي فايلات بيتم عملها عن طريق البروفايلز والبليس والانجلز دي بعد كده اقدر اوديها للمصنع المصنع عنده زي ما كان سي ان سي نبدا تدخلوا الفايلات دي وعلى اساسها انا بعمل لل للستيل بارتس اللي منها بيجي لي عباره عن سنجل بارتس وانا بعد كده ببدا اعمل الاسمبليز طبقا للوح الاسمبلي دروينج اللي بعد كده ببدا اركب على اساسها في الموقع دي من ضمن النقط اللي ما بيعملهاش الادفانس ستيل ولكن هو برنامج كويس برنامج قوي في مجال الستيل و يعني ان شاء الله هينافس التكله بقوه في مجال الستيل ستراكشر كمان اكون جاوبت على سؤال حضرتك. تمام؟ طيب. آه زي ما قلت لحضراتكم هنا آه هنا اقدر اعمل كرييشن للستيل بارتس اللي قلت لحضراتكم عليها. دي كده خاصه بتاب الستيل. بالنسبه للكونكريت تاب دي عشان استخدم استخدمها في عمل الكونكريت كولوم، الكونكريت بيم، الكونكريت سلاب وهكذا، ولكن ده مش هيكون السكوب بتاعنا ان شاء الله. بعد كده قائمة اديت انك تقدر تعمل اديت على الستيريستراكشر الخاص بيك انك باستخدام اوامر القط بولجن كات وسبليت وغيرها وهنتعلم كل امر بيعمل ايه الشامفر ايدج والادم ماتريال والكومبير ان شاء الله هنتعرف عليهم بعد كده عندي ميجر سواء عايز اعمل ميجر لديستانس معينه aligned horizontal distance vertical distance او أنجل distance او arc او bolt spacing بعد كده عندي اوامر الكوبي والموف والكوبي سبيشال والموف سبيشال وهنتكلم عنهم بالتفصيل من جريد اقدر اعمل كريشن للجريد سواء ريكتانجولار او راديال او ان انا اقدر ادوس على الجريدز الموجوده قدامي قدام حضراتكم حضراتكم تقدروا تعدلوا فيها بكل سهوله من البوينتس اقدر اعمل كريشن للبوينتس باي آه سواء مثلا آه بروجكت بروجكت بوينتس اون لاين تانجنت اون سيركل او باي طريقه اقدر اعمل بيها كريشن للبوينتس بتاعتي من construction object اقدر اعمل construction lines construction planes construction circles وهكذا دي كده الاوامر الخاصة ببرنامج الاديت بعد كده هاجي لقائمة فيو هلاقي الفيو ليست اللي هي الخاصة بالفيوز اللي انا بعمل لها كريشن وهنشوف ازاي نعمل كريشن للفيوز بعد كده لو انا عايز اعمل نيو فيو وهنتعلم ازاي نعمل نيو فيو لاي حاجة الكليب بلين إن لو انا عايز اعمل زي سكوب بوكس او ان انا اعمل قطع في اي مكان في البرنامج سواء افقي او رأسي او جانبي على البرنامج الورك اريا دي عشان احدد ورك اريا معينة ابدأ اشتغل عليها ريدرو فيو لو انا البرنامج عندي بقى من البولتس من الويلز طلع لي زي اشارات او تاجس اقدر اعمل ريدرو للفيو يبدأ يعني بال... يعني ينضف معايا كده بمعنى أصح الورك بلين دي استخدمها لو انا عايز اشتغل على فيو معين او على سطح معين على ال تم عمله على البرنامج باستخدام بوينت او تو بوينت وهنتعرض لها ان شاء الله في ايه لو هصدر الموديل لبرنامج زي اب برنامج الفيزواليزيشن بمعنى اصح طيب لو هنا هلاقي حاجه اسمها السكرين شوتس لو انا عايز اعمل زي صورة كده 3 دي فيو للموديل وهنتعلم ازاي بنعملها ان شاء الله في اخر محاضرة. بعد كده هندخل على القائمة اللي بعدها ازاي اعمل اللوحة بتاعتها. ازاي بتاعتها وازاي اعدلها سواء كسنجل بارت او اسمبلي او جي اي ازاي اعمل كريشن للدروينجز الخاصة بتاعتي سواء اسمبلي او سنجل او جي اي. ثواني لحظات في سؤال الصوت قطع طيب هعيد الحته دي مفيش مشكله حاضر ارجع تاني يا فندم زي ما حضركم شايفين عندي الفيو قلت الكليب بلين الورك اريا الريدرو الورك بلين لو هستخدم هعمل ورك بلين على سطح او على فيو الريندرنج والفيزواليز دول بستخدمهم لو انا هصدر هصدر لبرنامج visualization زي السكتش اب مثلا السكرين شوت لو انا هصدر من التكله لو سوري لو انا هعمل سكرين شوت للبروجكت بتاعي بحيث ان انا لما اجي افتح الموديل بتاعي من الريسنت اقدر من السكرين شوت اللي انا هعملها اني اعرف ان ده المشروع اللي انا المفروض هشتغل عليه. بعد كده هدخل على دروينجز اند ريبورتس دروينجز اند ريبورتس دي اقدر اعمل منها دروينج بروبرتيز الخاصه بالسنجل بارت دروينج والاسمبلي والجي ايز وهنعرف الفرق ما بينهم في المحاضره الثالثه. بعد كده كرييت للدروينجز سوري لما نجي اعمل كريشن للدروينجز هنعرف ازاي نعمل كريت للسينجل بارت دروينج للاسمبلي دروينج للجي اي دروينج بعد كده ازاي نعمل نمبرنج للمشروع وايه السيتنجز بتاعته ودي هنتعلمها ان شاء الله بشكل مفصل المحاضره القادمه نفس الكلام ازاي اعمل كريشن للريبورتس الخاصه بال بالستيل structure اللي تم انشاؤه وهنتعلم ازاي نعمل كريشن للريبورتس بتاعتنا بعد كده قائمة مانج ازاي نعمل مانج للمشروع بتاعنا هنتعرض لنقطتين منه الفيزز ازاي اعمل فيزز للمشروع وازاي انقل الفيز دي من المشروع لمشروع تاني بعد هنتكلم برضو عن الكلاش تشيك وازاي بنعمل كلاش تشيك للمشروع بتاعنا وازاي بنحلها بشكل سهل جدا على البرنامج Analysis اند ديزاين ده خاص بالاناليتيكال موديل الخاص ببرنامج التكلا عشان لو انا هصدر من التكلا ستراكشر للبرامج مثلا التكلا ستراكشر ديزاينر او الساب او الستاد تمام كده بعد كده اخر حاجه التريمبل كونكت لو انا عايز اعمل ببلش من التكلا ستراكشر لتريمبل كونكت عشان نقوم بعمل كلاود Based ورك Sharing موديل آه، ثلاث حاجات تانية برضو هتكلم عليهم في الانترفيس الخاصة ببرنامج التكلا لو انا جيت دوست على المنيو هلاقي اول حاجة نيو لو انا عايز اعمل نيو موديل اوبن عشان لو هفتح موديل آه، سيف از لو انا هعمل سيف از للموديل في مكان تاني البرينتنج لو انا هعمل طباعة للموديل آه، اوبن موديل فولدر ودي هرجع لها تاني دي بتفتح لي الـ الفولدر اللي موجود في الموديل بتاعي وهنفتحه دلوقتي وهنشوفه هو بيتكون من ايه لو انا عايز اعمل امبورت لاوتوكاد فايل مثلا او دي اكس اف او التيكلا ستراكشر ديزاينر الاكسبورت الخاص ببرنامج التيكلا وانا عايز اعمل اكسبورت لان سي فايلز او لدراوينز او الاي في سي او الاوتوكاد او الدي جي ان او اي نوع من انواع الاكسبورت او السكتش اب او التريمب كونكت زي ما اتكلمنا بعد كده الشيرنج لو انا عايز اعمل شيرنج uh للموديل بتاعي ان انا احوله مالتي يوزر موديل او ان انا uh بحس ان يكون اكتر من حد يقدر يشتغل على الموديل في نفس الوقت بعد كده التريمبل كونكت لو انا عايز اعمل كولابوريشن من التيكلا ستراكشر لتريمبل كونكت بعد كده البروجكت بروبرتيز دي لو انا عايز احط المعلومات الخاصه بالمشروع اللي انا شغال عليه والعلى اساسها اقدر اخد الداتا دي ممكن اخليها اقدر اعرف على اللوحه اللي انا في الاخر بطلعها من المشروع زي البروجكت نمبر النيم البيلدر اوبجكت مين الديزاينر الادريس بتاع المشروع واقدر احط كل الداتا اللي انا عايزها من المشروع واقدر احط اللوكيشن سواء هو البيس بوينت بتاع التكله او ان انا اقدر احط له احداثيات معينه السيتنجز خاصة بال بالتكلة عندي الاوبشنز والادفانسد هيبدا يجيب لي الاوبشنز اللي موجودة في في معظم البرامج اول حاجة عندي الفلاش تشيك ببدا احط له ايه الليميتيشنز بتاعتي والتولرنسز بتاعتي في الكلاش تشيك سواء مع البولز او بين البليتس وبعضها ده كده باختصار الكلاش تشيك اوبشن نفس الكلام هنا الكومبوننتس ببدا اختار الديفولت بارامترز عندي في الكومبوننتس اقدر اعدلها في اي وقت نفس الكلام الدروينج dimension ابدا اختار الدايمنشن بروبرتيز بتاعتي على برنامج التكلا نفس الكلام في الدروينج اوبجكت نفس الكلام الجنرال لو انا عايز اعمل اوتو سيف بعد مثلا 30 موديلنج بروبرتي او غيره بعد كده اللود موديلنج دي مش هنشتغل عليها لان دي خاصه بالديزاين بعد كده باجي على النمبر سيتنج دي لو انا عايز احط مثلا بريفكس او سيبريتور بين الـ لو لو النمبرنج الخاص بالبارت بتاعي عباره مثلا عن حرف ورقم فهل احط ما بينهم مثلا سلاش ولا ما احطش حاجه الاورينتيشن ماركس دي بتبين لي الاورينتيشن مارك بتاعت المين بارت عشان لما اجي اركب المشروع بتاعي في السايت. الريبار سيت دي خاصه بالتسليح على برنامج التكلا ودي خاصه بالكونكريت يوزمنت بعد كده اليونتس والديسيمالز اخر حاجه معانا دي ببدا احط اللينس الانجل سبرينج كونستانت ده وهشغل عليه ديزاين وابدا احدد البارامترز بتاعتي في الديزاين. تمام كده؟ هرجع تاني للمنيو من السيتنجز عندي حاجه اسمها ادفانسد اوبشن الادفانسد اوبشن بالنسبه لي دي ببدا احدد كل بروبرتي في المشروع هبدا اشتغل عليها ازاي ما بين ال سي سي فايلز الكومبوننتس الدايمنشننج مع البارتس مع البولتس الفايل لوكيشنز بالنسبه لي اللي هبدا اشتغل عليها اليونز بتاعتي بورت هيتم عمل امبورت ازاي المودلز المودلنج فيو النمبرنج هيتم عمل نمبرنج برضو ازاي نفس الكلام لو انا هعمل برينتنج هعمل برينتنج للدي اكس اف ايه البروبرتيز بتاعتي آه، بالنسبه للويلز بالنسبه للتمبلز كده شكل بسيط ايه هي الادفانسد اوبشن اللي احنا بنستخدمها في التكله مش هنتعرض لها كتير في الويبينار الخاص بينا نرجع تاني بعد كده السيتنجز الكتالوج دي لو عايز ارجع للريبار كتالوج او الماتيريال كتالوج لو انا مثلا عايز اشوف الكتالوج الخاص عندي بالماتيريال عشان لو انا مثلا عايز اضيف ماتيريال جديده او ستاندرد بولت جديد بعد كده حاجه اسمها الايديتورز لو انا عايز ادخل على حاجه اسمها تمبلت اديتور او دروينج لاي دي لو انا عايز اعمل تمبلت دروينج جديده او ان انا عايز اعمل ريبورت بشكل بعد كده قائمه اللوجز دي بستخدم منها الكلاش تشيك هيستوري ريك بعرف مين اللي عامل كلاش تشيك النمبرنج مثلا هيستوري لوج ده اعرف اتعمل نمبرنج امتى واتعمل بواسطه مين نفس الكلام السيفنج هيستوري لوج الدياجنوز اند ريبير ده بيساعدني لو انا عندي مشكله في الموديل لو هو مثلا بيهنج اكتر من مره او بقى الموديل تقيل اقدر اعمل ديجنووز للموديل وريبير للموديل لو في اي مشكله في الموديل بيبدا يعالجها عندي بعد كده الهلب الخاص ببرنامج التكلا واهمهم التكلا يوزر اسيستنس اقدر لو عندي اي مشكله في التكلا او في حاجه انا مش عارف هي بتتعمل ازاي اقدر ارجع للتكلا يوزر اسيستنس واتعامل عليها ده كده بشكل بسيط ايه هي المنيو وعرفنا كده ايه هي التابس ريبونز عليها يعني هو الستيتس بار الموجود عندنا على الشمال هنا عندي الـ ده السلكت ده انا هعمل سلكت اول او سلكت بورتس او كومبوننتس سلكت بورتس او كومبوننتس او ان انا عايز اعمل سيلكشن لاي حاجه يعني هنا عايز اعمل سلكت البوينت سلكت الكونستراكشن لاينز سلكت الريفرنس موديل وهنعرف ايه هو الريفرنس موديل لو عايز اعمل سلكت للجريد للويلدز للقطس نفس الكلام لو عايز اعمل سيلكشن للبولتس ادخل بعد كده هنا هلاقي ان انا اقدر امسك الكومبوننتس اللي عندي في المشروع او لو انا عندي كونكشنز في المشروع لو عايز امسك حاجه جوه الكونكشن اقدر اعمل سيلكت اوبجكت ان كومبوننت كده كده خلصت السيلكشن ابدا ادخل بعد كده على السنابنج اعمل سنابنج زي زي التكله اشغل سواء الانترسكشن او البربنديكتور او النيرست وهكذا يفضل انك تشغل قبل ما اكمل فيه كده اي سؤال الصوت واضح لو الصوت واضح اساسا تكبر واحد في الشات طيب تمام يعني اوكي تمام 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 طب في قبل ما في اي سؤال لغايه دلوقتي تمام طيب أه نكمل اوكي ما فيش مشكله طيب احنا كده اتعرفنا على الانترفيس الخاصة ببرنامج التيكلا تعالوا نشوف هنقدر نعمل ايه بعد كده، زي ما قلت لحضراتكم هنا بعد ما بتظهر لك الانفيرومنت والرول والكونفيجريشن تقدر بعد كده تختار الموديل سواء موجود عندك او انك تعمل كرييشن للنيو موديل. هندخل بعد كده انك ازاي تعمل كرييشن للجريدز وللlevels وللفيوز. في الويبينار دوت احنا ان شاء الله هنطبق على مشروع صغير. آه إن شاء الله الناس المشاركين آه بالكامل هيطبقوا عليه وده إن شاء الله شرط للحصول على الشهادة وهنشوف إزاي هنستلم منك التاسكس إن شاء الله هنتكلم عليها في آخر المحاضرة ولكن طبعاً يعني يعني خلوا النقطة دي إن شاء الله لآخر المحاضرة تعالوا نتكلم إزاي نعمل كريشن للجريدز وللفيوز اللي قدامنا آه قدام حضراتكم عشان أعمل كريشن للجريدز في أكثر من طريقة في إن أنا لا أرجع للبرنامج في ان انا الديفولت جريدز اللي موجوده على لو انا رجعت السلام عليكم مش مهندس اسامه ما معلش هو الصوت بيقطع جدا ال... الصوت بيقطع جدا معلش ثانيه تمام تمام كده كويس أه يعني معلش يا استاذ حضرتك هو مش كويس قوي بس لو حضرتك تعيد الجزء الاخير ده حاضر مفيش مشكله حاضر تمام كده الصوت واضح؟ يا شونس اتفضل تمام آه هنتكلم دلوقتي ان شاء الله هيدي الكلام تاني حاضر آه ازاي نعمل كريشن للجريدز ازاي نعمل عن طريق او باي طريقه اخرى زي ما هنتعلم ان شاء الله آه عشان آه نعمل كرييشن للجريدز قلنا هن هنعمل اكتر من اه وان شاء الله احنا هنطبق على مشروع في الويبينار لنا. وده كون شرط اساسي ان شاء الله للثلاث محاضرات ان شاء الله هتسلم التاسكس المطلوبه منك تمام عشان اعمل كريشن للجريدز في ثلاث طرق في ان انا لو رجعت لبرنامج التكله في ان انا اقدر ادوس تو كليكس على الديفولت جريد اللي موجوده قدامي ابدا احط المسافات بتاعتي في الاكس في الواي وادوس موديفاي طب انا كده عملت موديفاي للجريدز اللي موجوده. دي طريقه. الطريقه الثانيه ان انا ممكن من اديت جريد كريت ريكتانجولار جريد او كريت راديال جريد. سواء ان انا عايز اعمل جريدات مستقيمه او مستطيله او ان انا عايز اعمل جريد واخد زي شكل راديال او شكل طيب طريقه ثالثه ان انا لو ابجريدز عن طريق ان انا اعدلها من ريفرنس موديل اوتوكاد آه مثلا ودي ان شاء الله هنعملها دلوقتي يبقى احنا كده عرفنا الطريقه الاولى ان احنا ممكن نعمل عن طريق الفولت جريد او ان احنا نعمل عن طريق اديت او ان احنا ننزل ريفرنس موديل طب احنا ازاي بننزل ريفرنس موديل لو انا جيت من هنا هلاقي كيوب عندي هنا اسمه ريفرنس موديلز لو انا دوست عليه ليفت كليك الاقي حاجه عندي هنا اسمها اد موديل دي تسمح لي ان انا اضيف الموديل الاوتو بالنسبه لي سواء إن كان 2 دي او 3 دي هو بيدخل اي شكل سواء 2 دي او 3 دي طالما صيغه هيقراها البرنامج لو انا دوست هنا اد موديل هيبدا يطلع لي الشاشه اللي قدام حضراتكم ديت عشان اعمل اد للموديل لو انا جيت هنا من فايلز وعملت براوز عشان انزل الموديل هنزل لي برضو هدي لحضراتكم فول للتطبيق اللي حضراتكم هتعملوه لو انا دوست هنا على براوز ارجع هنا تكلا ويبينار ليكتشر 1 جريدز اوبن بيقول لي لوكيشن باي موديل اوريجين هنزله على الصفر والصفر والصفر للاكس واي زد اول ما ادوس اد للموديل هيبدا ينزل لي الجريدز زي ما حضراتكم شايفين طيب كنت عايز اتكلم على بعض الاختصارات السريعه قبل ما اكمل آه، لو انا عايز اعمل سيلكت اول كنترول ايه? السيفنج كنترول اس كنترول زد لعمل اندو كنترول واي لعمل ريدو كنترول سي وكنترول في للكوبي اند بيست كنترول ام لعمل موف ده كده مبدئيا الشورت كاتس اللي احنا ممكن نستخدمها عندي امر ثاني لو انا دلوقتي واقف في ال 3 دي فيو وانا لسه ما عملتش كريشن لاي فيوز ونزلت ريفرنس موديل وعايز ابدا اشتغل عليه لو انا دلوقتي واقف في ال 3 دي فيو ودوست كنترول بي فور بن المشروع بالنسبه لي او الفيو بالنسبه لي اتقلب من 3 دي فيو لبلان فيو وعلى اساسه كده بالنسبه لي الفيو بقى كده اوضح واقدر اعدل الجريس اللي انا نزلته تمام كده في مشكله؟ تمام انا كده نزلت ابدا اعدل الموديل او الجريدز الموجوده على البرنامج طبقا للريفرنس موديل اللي انا نزلته ان شاء الله الريفرنس موديل هعرفكم مع حضراتكم ان شاء الله في التاسكس اللي حضراتكم هتعملوها لو انا دوست مثلا تو كليكس على الجريدز الموجوده في المشروع اقدر اعمل موديفيكيشن طبقا للجريدز اللي انا نزلتها طيب ال A وال B وال C وال D دي الجريدز الخاصة بالاكس X ال 1 وال 2 وال 3 الخاصة بالواي Y طيب ازاي هنعمل موديفيكيشن؟ لو انا بصيت هنا هلاقي هنا 1 2 3 ده كده الاكس X الاقي ال A ال B ال C ده كده الواي Y هلاقي المسافات عندي هنا 7000 7000 هلاقي المسافات عندي هنا في الواي 3000 و3000 تعالوا نشوف ازاي هنعمل موديفيكيشن لو انا جيت هنا اول حاجه عندي الكوردينيت اول حاجه عندي الاكس عشان اعمل موديفيكيشن احط الارقام بتاعتي مظبوط اول حاجه لازم يكون رقم الصفر ده موجود ده بالنسبه لي بيكون اول جريد يعني اول جريد عندي في الاكس هو بالنسبه لي هنا الاي على التكله هو بالنسبه لي هنا رقم واحد على الاوتوكاد ازاي نعدل الارقام بكل بساطة أنا هسيب الصفر مكانه هعمل سبيس اللي هو بعد كده قول لي الجريد اللي بعديه هيكون على مسافة كام؟ هيكون 7000 ده كده أول جريد، تاني جريد الجريد اللي بعد كده هيكون على بعد 7000 كده أنا نزلت الجريد بالنسبة لي على محور إكس بالنسبة لمحور واي برضو نفس الموضوع عندي بعد بالصفر هعمل سبيس 3000 هعمل سبيس عشان احنا شغالين بالملي بعد كده 3 جريدز في الاكس وال 3 جريدز في y. بالنسبه للزد احنا هنعمل ليفل واحد في مشكله ولا تمام عشان بس انا مطلع لي الصوت في مشكله تمام كده الصوت أستاذنكم لو تمام ممكن تكتبوا واحد في الشات. بيقطع شويه. طيب أنا يعني أنا والله يعني أنا قاعد جنب الراوتر يعني بمعنى صح والله عشان ما يحصلش أي تقطيع، بس إن شاء الله مش هيبقى فيه أي تقطيع. شو مقصود سيما طيب ثانية واحدة معلش شو مقصود سيما هيكون معين حالي يا ريت لو اي حد عنده سؤال يكتبه في الشات عبال ما الباشمهندس اسامه يرجع ان شاء الله هو بيكتب لي على الماسنجر ان في مشكله بس في الانترنت فهو ان شاء الله هيرجع حالا دلوقتي يا ريت لو عند حضرتك اي سؤال يكتبه في الشات عبال الباشمهندس اه يرجع ان شاء الله بالسلامه السلام عليكم. أنا بعتذر جدا على المشكلة اللي حصلت في الإنترنت. ثواني هعمل سكرين شيرينج عشان نكمل إن شاء الله. تمام طيب كده الموديل وضح تاني لحضراتكم. يا طيب. مش تفضل تمام واضح. تمام أنا بعتذر مرة تانية. تمام طيب. أخر حاجة وصلنا ليها إن إحنا عملنا الكوردينيتس الخاصة بالإكس وبالواي وبالزد. هنتكلم بعد كده ازاي آه نسمي او ما نصح نحط التسميه الصحيحه للجريدز طبقا للريفرنس موديل لو انا بصيت عندي على آه جريدز العالم محور اكس هلاقي اسميها واحد 2 ثلاثة واي اي بي سي طيب يبقى انا هاجي على الاكس هعمل واحد سبيس 2 سبيس ثلاثة هاجي على الواي أكتب A space B space C تمام هاجي بعد كده على الـ الـ عندي plus zero plus 3000 plus 6000 أنا هسمي الليفل الخاص بالزيرو هسمي plus zero zero بين قوسين P O P اللي هي bottom of base uh, of base plate بعد كده هعمل الليفل اللي بعده هيكون بلس 3000 بين قوسين تي او اس باختصار توب اوف ستيل يبقى احنا كده عملنا الكوردينيتس الخاصه بالمشروع وعملنا نيمينج للليبلز الخاصه بالمشروع اخر حاجه في الجريدز هي اللاين اكستنشنز اللاين اكستنشنز معناها انا من نقط التقاطع اطلع مسافه كم متر كام في الاكس وفي الواي في الزد على جميع المحاور طب ال 2000 دي متقاسه من فين لفين لو انا جيت من هنا وعملت ميجر ديستانس وجيت است من نقطه التقاطع لي End بوينت اللي هي اخر نقطه في الجريد هلاقي المسافه عندي 2000 وهي دي الاكستنشنز اللي احنا كنا بنتكلم عليها تمام كده اتمنى تكون النقطه دي واضحه طيب نرجع تاني لل الجريدز يعني هي الأرقام ضاعت مفيش مشكلة نقدر نعملها بشكل سريع واحد اثنين تلاتة ايه ب سي هعمل بس يرو. 00 EOP bottom of this plate بعد كده بلس 3000 TUS top of this ممكن اسيب الاكسبشنز بتاعتي ما عنديش اي مجرد ما هدوس ديفاي تم تعديل الجريدز اللي عندي في المشروع مناسبه للريفرنس موديل اللي انا نزلته من التكل تمام كده تمام طيب استخدام سريع للماوس في البرنامج البقرة أو السكرول زوم إن أو زوم أوت البان إن أنا أحرك المشروع كنترول وكليك شمال أقدر أعمل سيلكت أو ممكن بالكليك على طول لو أنا عايز أعمل سيلكشن ممكن أعمل من اليمين للشمال هيبدأ يسلك أي حاجة داخلة عندي في السيلكشن حتى لو كانت مش كاملة السلكشن من الشمال لليمين لازم كلها تكون واع جوه السلكشن عشان يقدر يمسكها تمام كده؟ طيب لو انا دلوقتي في ال 3 دي فيو بس انا عملت بلان وعايز ارجع تاني لل 3 دي فيو اقدر من كنترول بي تاني زي ما اتكلمنا قبل كده ان انا ارجع تاني لل 3 دي فيو تمام لو انا عندي مثلا dimensions كنت بقيسها زي كده وقس دايمنشن هنا ودايمنشن هنا وعايز ارجع انظف الفيو تاني بمعنى اصح لو انا دوست هنا على الفيو كنترول آه كليك يمين اختار حاجه اسمها ريدرو فيو مجرد ما ادوس ريدرو فيو هيبدا يمسح لي اي حاجه او اي ميجرمنتس انا عملتها هنا. تمام كده آه باشمهندس احمد عوض الله لو سمحت حضرتك على انهي انفيرومنت ويفضل نشتغل على ايه؟ اقول لحضرتك على حاجه دلوقتي احنا في نطاق الميدل ايست او نطاق الشرق الاوسط قصدي احنا بنشتغل على القطاعات الستاندرد بتاعتنا اللي هي الاتش اي اي -E والاتش اي بي -E والاي بي اي -E. القطاعات دي موجوده في الانفيرومنت الخاصه بالميدل ايست هتلاقي كل القطاعات اللي انت ممكن تشتغل عليها سواء اذا كنت بتدرس او اذا كنت شغال جوه مصر كل القطاعات اللي انت ممكن تتخيلها في الستيل هتلاقيها في الانفايرمنت الخاصه بالميدل ايست بعض القطاعات مش بيها في الانفايرمنت بمعنى لو احنا رجعنا مثلا لللينك الخاص بالانفايرمنت في الاديشنال انفايرمنت هنا عندي انفايرمنت للانديا لايطالي لليابان مش هتلاقي فيها القطاعات اللي انت بتشتغل عليها في مصر الاتش اي اي والاتش اي بي وهكذا تمام كده طيب احنا هنشتغل على انهي انفايرمنت زي ما اتكلمنا في الاول هنشتغل ان شاء الله الخاصه بالميدل ايست عشان هنلاقي كل القطاعات اللي احنا هنشتغل عليها وان كان في الاغلب احنا مش هنشتغل على قطاعات كتير في المشروع اللي احنا هنطبق عليه تمام كده كده احنا عملنا كرييشن للجريدز الخاصه بالمشروع بعد ما عملنا كرييشن للجريدز الخاصه بالمشروع قدرنا نعمل الليفلز بتاعتنا اكس واي زد عايزين نشوف نقدر نعمل الفيوز ازاي لو احنا رجعنا تاني على البرنامج هنيجي من هنا عندي اول حاجه اسمها الفيو ليست اللي اتكلمنا عليها عشان افتح الفيو ليست اقدر افتح او كنترول اي يجيب لي هنا النيمد فيوز يجيب لي هنا الفيزابل فيوز النيمت فيوز هي فيها كل الفيوز اللي انت عملتها كريشن على البرنامج بتبقى موجوده هنا. الفيزبل فيوز هي الفيوز اللي انا بستخدمها. يعني انا مثلا لو انا عامل مثلا هنا 15 20 فيو بيكونوا كلهم موجودين هنا. لو انا مثلا بشتغل في ثلاث اربع فيوهات بيكونوا موجودين هنا في الفيزبل فيوز. طب انا دلوقتي عايز اقدر اعمل كريشن للفيوز بتاعتي. اعملها ازاي؟ في كذا طريقه. باجي من فيو نيو فيو اقدر اختار انا عايز اعمل الفيوز بتاعتي تبقى لايه تعالوا نشوفهم كده واحده واحده اول حاجه عندي بيزك البيزك فيو بالنسبه لي انا عايز اعمل فيو طبقا لبلان معين لاحداث معين بمعنى لو انا قدرت اخترت نيو فيو بيزك فيو ابدا يقول لي انت عايز تكريت على انهي بلان على الاكس واي بلان ولا الاكس زد بلان ولا الزد واي بلان والكوردينيت بتاعتك أنا صار مثلا ان احنا دلوقتي عاملين الليفلات بتاعتنا على الزد عاملين على صفر وعاملين على 3000 وانا عايز اعمل بيزك فيو على الليفل 2000 مثلا فانا اجي اقول له كريت بيزك فيو بلان اكس واي الكوردينيت بتاعي في اللي هو الزد هيكون 2000 يبدا يعمل لي فيو على ليفل 2000 ده كده كريشن للبيزك فيو اقدر اعمل على اي ليفل انا عايزه تمام بعد كده عندي يوزنج تو بوينتس اعمل ادي بوينت ادي بوينت يبدا يعمل لي فيو ده كده يوزنج التو بوينتس ال الفيوز اللي انا ببدا اعمل لها كرييشن دي بتكون تيمبرري فيوز بمعنى لو انا مثلا ارجع تاني هعمل يوزنج 3 بوينت ادي بوينت ادي الثانيه ادي مثلا الثالثه عمل لي مثلا فيو زي ما حضركم شايفين هو ما ظهرش عندي هنا في النيمد فيوز ليه عشان ده بالنسبه لي تمبرري فيو طب لو انا عايز اخليه بيرماننت فيو اجي ادوس تو كليكس على الفيو وهبدا اديله اسم من هنا وليكن مثلا 3 دي 1 اول ما ادوس مثلا موديفاي هيبدا يتعمل له كريشن هنا في الفيزابل فيوز ده ينطبق على كل انواع الكريشن للنيو فيو كل انواع كريشن للنيو فيو بتعمل لي تمبوراري فيو وانا اقدر اخليه بيرماننت فيو واضحة كده تمام دلوقتي انا عامل تو فيوز وظاهرين عندي في الفيزابل فيو طب لو انا مثلا عندي الفيو ده هنا في النيمد فيوز وعايز ادخله في الفيزابل فيوز في كذا طريقه في ان انا اقف عليه كده واجي من السهم هنا ادخله للفيزابل فيوز مجرد ما ادوس على السهم دخل معايا في الفيزابل فيوز طب لو انا عايز ارجعه ثاني للنيمد فيوز اقدر اعمل سيلكت عليه واعمل له باك فلو انا عايز اعمل ديليت لاي فيو اقدر امسك الفيو كده واعمل له ديليت يبقى احنا كده عرفنا ازاي ننقل اي فيو من النيمد للVisible او من الVisible للنيمد او نعمل لاي فيو ديليت نكمل كده في النيو فيو لو انا عايز اعمل اون وورك بلين لو انا واقف على اي ورك بلين معين يبدا يعمل لي نيو فيو نفس الكلام ده تيمبر فيو. لو انا دلوقتي سميته مثلا مثلا واحد اثنين ثلاثه وعملت له موديفاي هيبدأ يعمل لي بيرماننت فيو تمام كده؟ اللي احنا هنشتغل عليها إن شاء الله هتكون الونج جريد لاينز بس هرجع لها بعد دقيقتين بالظبط. بعد كده عندي نيو فيو إن بلين لو أنا دلوقتي واقف على بلان معين وعايز أعمل فيو عليه. لو أنا راسم ستيل بارت وعايز أعمل فيو على البارت دوت من أي وجهة سواء على الفرونت سواء البارت من الفرونت بتاعه أو من التوب أوف ايليمنت او الباك اوف ايليمنت او بوتوم اوف ايليمنت تاني حاجه لو عايز اعمل 3 دي فيو اوف بارت لو انا عامل سيليكشن على ستيل ايليمنت وعايز اعمل له 3 دي فيو بمعنى لو انا دلوقتي رسمت مثلا وليكن بيم دلوقتي انا عامل سيليكشن على البيم لو انا جيت دلوقتي من فيو 3 دي فيو اوف بارت واخترت الكاميرا عمل لي 3 دي فيو عليها ده بستخدمه لو انا دلوقتي عايز ابص على الكاميرا في ال 3 دي فيو لوحدها مع ال ال تمام كده آه بعد كده لو انا دلوقتي عايز اعمل ديف بارت فيوز الديفولت بارت فيوز دي لو انا اربع فيوز على الاليمنت بمعنى الديفولت بارت فيوز بتخليني اعمل الفور فيوز دولت الفرونت التوب الباك البوتوم لنفس الممبر لو انا اخترت الديفولت بارت فيوز ودست على البارت بيبدا يعمل لي اربع فيوهات طب انا عايز اشوف الفيوهات كلها عشان حضراتكم تشوفوا الفيوز كلها لو انا جيت هنا من دو وعملت تايب آه هوريزونتالي هلاقي ادي البارت اند فيو البارت تو فيو البارت برسبكتيف فيو البارت فرونت فيو والبارت بيزد فيو يبدا يعمل لي فور آه فيوز للاليمنت اللي انا شغال عليه طيب احنا كل الفيوز ذات احنا مش عايزينها ممكن ادوس تو كليك على ال3 دي فيو دوت تو كليكس بدا يجيب لي الفيو دوت تمام كده في أي سؤال لغاية دلوقتي؟ طب يكون لو مفيش أي أسئلة أساساكم لو تكتبوا واحد في الشات عشان جزء الفيوز تاني حاضر تمام تاني تاني جزء الفيوز عشان اعمل فيوز uh, uh, ارجع تاني من فيو new view في حاجه تاني تمام uh, حاضر تاني جزء الفيوز اوكي okay. عشان اعمل new views زي ما قلت ممكن اعمل basic فيو عن طريق ان انا اختار البلين الخاص بتاعي سواء اكس واي او اكس زد او زد واي بعد كده اعمل create حسب الكوردينيت اللي انا عايزه يعني انا دلوقتي لو عامل على بلين اكس واي يبقى انا كده هعمل البرينت بتاعي على مستوى الزد، ابدا احط الكوردينيت بتاعي على الزد واعمل كرييت. تمام كده؟ النيو فيو يوزنج 2 بوينتس ان انا بديله 2 بوينتس على البرنامج بيبدا يعمل لي Temporary فيو زي ما حضرتك شايف كده. عمل لي Temporary فيو. لو انا جيت من نيو فيو يوزنج 3 بوينتس نفس النقطه. اون ورك بلين لو انا دلوقتي واقف على ورك بلين معين يقدر يعمل لي نيو فيو عليه. الجنرال جريد لاينز دي هنشرحها بعد كده آه بعد كده اون بلين سواء بارت فرونت او بارت توب بمعنى ان انا دلوقتي هنفترض ادي البارت اللي انا رسمته وانا عايز اعمل فيو على التوب بتاع البارت هاجي من فيو نيو فيو بارت توب بلين اختار الكاميرا عمل لي فيو على التوب الخاص بالكاميرا نفس الكلام ينطبق على الباك والبوتوم والفرونت create new view using 3d view of part معناها ان انا بعمل 3d view للاليمنت اللي قدامي ولكن آه, لما بتيجي تعمل من فيو view, الماكسيمم فيوز بالنسبه لك هو 9 views التكله ما بيفتحش اكتر من 9 views بمعنى انا دلوقتي عملت 3d view of part دلوقتي اخترت الموديل هيجي يقول لي you cannot open more than nine views at the same time close one or more views to be able to open other views بمعنى ان انت عامل creation ل nine views لازم تقفل اي view منهم عشان يقدر يعمل لك creation ل 3 d view لو احنا رجعنا ل window تاني وعملنا tile horizontally هلاقي عندي ال nine views اللي احنا اتكلمنا عليها تمام كده احنا ممكن نقفل كل الفيوز اللي احنا عملنا لها كرييشن ان الله تمام كده وضحت اه نكمل بعد كده بسم الله اه هنيجي بعد كده نتكلم في باقي النيو فيو الديفولت بارت فيو بتخليني اعمل اكتر من فيو على نفس الالمنت بمعنى ان انا لو عايز اعمل 3 دي فيو للبارت اعمل ديفولت فيوز للبارت سواء من التوب او من الباك او من الفرونت بيعمل لي ال الفور فيوز باي ديفولت تمام ال 3 دي فيو اوف كومبوننت والديفولت فيوز اوف كومبوننت دي في حاله ان انا اكون عامل ستيل كونكشن وعايز اعمل لها ديفولت فيو او 3 دي فيو نفس الكلام اللي بينطبق على البارت هو هو نفس الكلام اللي بينطبق على الستير كونكشن وان شاء الله هنتعرض للستير كونكشن في المحاضره اللي جايه. يبقى احنا كده عرفنا ازاي نعمل نيو فيو. آه. تمام باشمهندس ماركوس في اي مشكله كده ولا تمام؟ لو تمام استاذنك تكتب واحد. تمام اشكرك. تمام نتكلم بعد كده بعد ما عرفنا ازاي نعمل كرييشن لاي فيو بالطرق المختلفه نرجع تاني ازاي هنعمل نيو فيو along جريد لاينز دي بنستخدمها بشكل يعني من 80 ل 85% ان احنا بنعمل الفيوز بتاعتنا يوزنج الجريد لاينز لو انا ادوس على كرييشن اوف فيوز using جريد لاينز بيبدأ يقول لي هنا أول حاجة في لو أنت عندك ركتانجلر جريد لو أنت عندك راديال جريد لو أنت عندك ركتانجلر جريد أو راديال جريد بتبدأ تختار طبعاً إحنا هنشتغل على ريكتانجولار جريد فإحنا مش هنتعرض للراديال بيبدأ يجيب لك ال 3 سواء ال X Y أو ال Z Y أو ال X Z ال X Y بالنسبة لي هو ال الزد ال Z Y وال X Z هو ال -Elevations. بقول لك بعد كده النمبر اوف فيوز هل انت عايز تعمل كريشن لكل الاكس واي فيوز عايز تعمل كريشن لكل الزد واي فيوز عايز تعمل كريشن لكل الاكس زد فيوز او لنن حسب ما تختار بعد كده الفيو نيم بريفكس مثلا وليكن في ال الاكس واي ده كده انا بتكلم بالنسبه لي ليفل الزد ليفل z احنا عملنا ليفل زيرو وعملنا ليفل 3000 لو انا دلوقتي عملت ديليت هنا وكتبت بلان ات اي ال نقطه اختصار بلان ات اليفيجن يبقى انا كده هيكتب بالنسبه لي بلان ات اليفيجن 0 بوب او بي, أو بي أو بلان ات اليفيجن 3000 توب اوف ستيل ده البريفكس اللي بيديه قبل اسم الليفل بالنسبة للزد واي والاكس زد البيست براكتس ان احنا بنكتب جريد Elevation ات نفس الكلام بنكتبه في الاكس زد Elevation يفضل بعد ما تكتب البريفكس بتاعك انك تسيب مسافة دايما انا عامل دلوقتي بحيث ان هو يسيب زي مسافة بسيطة بين البريفكس وبين اسم 11 سواء الاكس او الواي او زد يبقى انا كده قلت له اعمل لي كريشن لكل الفيوز الاكس واي الزد واي الاكس زد وادي لهم البريفكس المناسب بتاعهم بعد كده هنعمل كرييت اول ما هتعمل كرييت هيبدا هنا يعمل لك كريشن للفيوز بتاعتك اول حاجه بس هعمل ديليت للفيوز دي هعمل هنا كلوز دي كده الفيوز اللي هو عملها ادي واحد 2 3 ادي الاي والبي والسي هم الواي وعمل لي بلان ات اول ليفل اللي هو الزيرو بي او بي وعمل لي بلان في 3000 توب اوف ستيم تمام كده اللي انا دلوقتي دوست تو كليكس جاب لي ال 3 دي فيو الخاص بالموديل عشان نعدل بس الاسم بتاعه هندوس تو كليك على الفيو وهنكتب هنا 3 دي فيو الفيو uh, بروبرتيز يعني خلينا نتعرض لها المحاضره اللي جايه وممكن نتكلم عليها في اخر المحاضره بعد ما نعمل درو للسي ال بعد ما عملت الاسم ودوست موديفاي بقى اسمه 3 دي فيو تمام كده يبقى احنا كده عرفنا ازاي نسطب البرنامج ونسطب الانفايرمنتس ننزلهم منين عن طريق عمل ريجستريشن ازاي اه اتعرفنا على الانترفيس الخاصه بالبرنامج وازاي نفتحه ازاي نعمل الجريدز بتاعتنا سواء مانيوال او يوزنج ريفرنس موديل ازاي نعمل كرييشن للجريدز بتاعتنا او للليفلز بتاعتنا او للفيوز بتاعتنا بكل الطرق تمام طيب, طيب. استاذنكم في بريك خمس دقائق باشمهندس محمد استاذنك في بريك خمس دقائق بس عشان بس الناس يعني تكون بس فايت شويه لان اللي جاي هنقعد حوالي ساعه الا ربع او ساعه بالكتير عشان بس الناس ما تفصلش معانا كده في النص آه، تمام يا باشمهندس محمد نمشي آه نسيم هناخد بس بريك آه خمس دقايق كويس تمام ان شاء الله تمام خلاص دلوقتي الساعه 5 و6 دقايق 5 و12 دقيقه بالظبط ان شاء الله, آه، الله هبدا هنعمل هنكمل بعد كده المحاضره بتاعتنا تمام كده؟ جزاك الله خير. جزاك الله خير. تفضل السلام عليكم بالنسبه للتاسك او المشروع البروجكت اللي هنطبق عليه ان شاء الله المهندس اسامه هيوضح كل بالنسبه للكروب او ازاي هيبقى في تواصل او كده او التسليم يعني عشان الشهاده ان شاء الله بعد في نهايه الكورس يعني فكل الكلام ده مهندس اسامه ان شاء الله هيوضحه في نهايه المحاضره النهارده باذن الله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استأذنك نكمل ان شاء الله. حاضر يا باشمهندس، اتفضل بالتوفيق تمام. ان شاء الله. تمام لو الصوت واضح استأذنكم تكتبوا رقم واحد في الشات. تمام طيب. أه... نكمل ان شاء الله الشرح الثاني على التكله كده احنا عرفنا ازاي نعمل كريشن للجريدز بتاعتنا هنتكلم دلوقتي ازاي نرسم elements بتاعتنا هنحاول قدر الامكان ان احنا نبسط الموضوع ازاي نعمل كريشن للاست المنتس عشان نرسم السيل ال بتاعتنا بيجي لك في المشروع بتاعك لوح الاي في سي الخاصه بالبلانز بتاعه المشروع والالفيجنز والكونكشنز الخاصه بالمشروع ده ليفل زيرو بوتم اوف بيس بليت بيكون بلان للبيس بليت كونكشن الخاصه بالعمود وفي كمان الـ الليفل اللي هو 3000 اللي احنا هنشتغل عليه تمام كده ان شاء الله هنشرح ازاي نرسم ويعني احنا ممكن لو الوقت ما ما سعفش معانا احنا ممكن نكمل المحاضره اللي جايه. تمام؟ سريعا كده هنتكلم ازاي نعمل الستيل إلمس بتاعتنا على ليفل 3000 وهنشوف ازاي نعمل اديت سريع عليها. اوكي كده؟ طيب زي ما حضركم شايفين انا عندي البروفايلز الخاصه بالاعمده وبالكاميرات. لو انا رجعت تاني هلاقي بروفايلز الاعمده بالنسبه لي اتش اي اي 300 لو انا رجعت هنا هلاقي البروفايلز الخاصه بالمين بيمز اتش اي اي 300 والسكندري بيمز اتش اي اي 200 تمام كده طيب تعالوا نروح على ليفل آه 3000 وستو فليكس هبدا ارسم الاعمده والكاميرات بتاعتي عشان ارسم الاعمده بتاعتي او الكاميرات تعالوا نبدا اول حاجه بالاعمده لو انا دوست تو كليكس على الاعمده دلوقتي ممكن احط البارامترز بتاعتي بالنسبه للكولوم بيقول لي اول حاجه النيم النيم كولوم البروفايل زي ما اتكلمنا هيكون اتش اي اي 300 طب انا دلوقتي عايز اغير البروفايل في ان انا ممكن اكتب البروفايل على طول او ان انا اختاره من الماتريال كاتالوج او البروفايل كاتالوج اسف لو انا دوست هنا على البوكس دوت هيطلع لي البروفايل كاتالوج بتاعي في ان انا ادور مانيوال آه, على ال آه, السكشن بتاعي او ان انا اكتب السكشن بتاعي هنا في الفلتر بمعنى لو انا كتبت السكشن بتاعي هنا في الفلتر وليكن اتش اي اي بعد كده عملت علامه النجمه ودوست انتر هيدخلني على طول على الاي بروفايلز الاتش اي او اتش اي اي لو انا دخلت على الاتش اي هلاقي البروفايلز الخاصة بال HEA اختار بروفايل HEA 300 ده كده عشان اختار البروفايل من الناحية الشمال الناحية اليمين بلاقي البروبرتز اوف Element سواء الهايت بتاعه او الويتس او السكنس الخاص بالويب او بالفلانج تمام كده بعد كده هدوس ابلاي اوكي كده انا اخترت البروفايل الخاص بال بالمشروع الماتيريال بالنسبه لي هتكون ان نوحد الماتيريال بالنسبه لنا وليكن مثلا يكون اس 275 جي ار دي ماتيريال من ضمن الماتيريالز الخاصه بالستيل اللي احنا بنستخدمها بعد كده هتلاقي حاجه اسمها الفينش دي عشان اعمل فينش لل للاعمده او للكاميرات سواء أن انا مثلا اخلي الاعمده مثلا او الكاميرات اخليها بينتد او جالفانيزد او ايا كان نوع الفينش بعد كده هلاقي الكلاس الخاص بالعمود اللي هو اللون بتاع العمود اقدر اغير اللون الخاص بالكولوم اليمنت لاي لون انا عايزه تمام كده بعد كده هلاقي حاجه اسمها numbering series خلونا نتفق على numbering معين هنعمل هنا ديليت وهنعمل في البارز نمبرينج 1000 1 وهنخلي assembly نمبر بالنسبه لنا سي 001 ده بشكل بسيط كده ده عشان اقدر اعمل نمبرنج للكولومز بتاعتي وهنتكلم عن النمبرنج ان شاء الله بشكل تفصيلي في المحاضره اللي جايه بعد كده البوزيشن الخاص بالعمود سواء هو كفيرتيكال كراسي هيكون ازاي كروتيشن لو انا هعمل له روتيشن بزاويه معينه نفس الكلام لو انا هيكون في نقطه الميدل للهوريزونتال بتاعي او لا وهنشوف ازاي بنعملها بعد كده عندي الطب والبوتوم بالنسبه لي الاعمده كلها ان شاء الله هنخليها من صفر ل 3500 تمام كده تعالوا بعد كده نرسم ال مجرد ما هروح للجريد انترسكشن هنا وادوس هعمل دونت اكسباند رسم لي القطاع بتاعي لو انا وقفت عليه كده هلاقي مدي لي اللينس بتاعه 3500 الكولوم اتش اي اي 300 بالماتيريال بالكلاس بالنمبرنج بالبوزيشنز تعالوا بشكل سريع نفهم البوزيشنز بتاعتنا البوزيشن بالنسبه لي الفيرتيكال هو في الميدل لو انا دلوقتي اديت له مثلا وليكن 100 مللي ودوس موديفاي بيبدا يحرك لي البوزيشن بتاعه في اتجاه الواي الروتيشن بيديني زاويه معينه للدوران لو انا مثلا خليتها 20 ودوس موديفاي بيبدا يعمل لي روتيشن للعمود في البلان طيب بالنسبه للهوريزونتال لو انا رجعت دي صفر ورجعت دي صفر وخليت مثلا الهوريزونتال بالنسبه لي 50 ودوست موديفاي هيبدا ينقل لي نقطه الساوث بوينت والاند بوينت للعمود فانا طبعا باي كله بيبقى عندي صفر هوريزونتال وفيرتيكال وروتيشن ده كده هيطبق على الاعمده الخاصه بالمشروع طيب انا دلوقتي عايز ارسم الاعمده بتاعه المشروع كله في اللي هي كوبي سبيشال وموفي سبيشال ولكن احنا هنتكلم عنهم المره اللي جايه خلونا نبدا بالباي ديفولت اللي هو كنترول سي لو انا دلوقتي ماسك العمود وعملت له كنترول سي اقدر امسكه من نقطه البيز لاي نقطه ديستنيشن بوينت وابدا احط العمود على اي جريد دونت اكسباند grid intersection don't exist الرساله دي بتطلع لي ليه آه ده طبقا للفيو بروبرتيز بالنسبه لي بمعنى آه الفيو بالنسبه لي ليه اب وليه داون وليكن مثلا الاب بتاعه ان انا مثلا قاطع على الصفر بتاع الليفل وقلت له بص لي فوق الليفل بمقدار 500 مللي وتحت الليفل بمقدار 500 مللي العمود ده بالنسبه لي ارتفاعه 3000 ونص فهو كده خارج نطاق الفيو فهو عشان كده بيسالني هل انا اعمل اكس باند للفيو بروبرتي بتاعك اخليه يوصل لاخر العمود ولا ما اعملش اكس باند طبعا احنا ما بنعملش اكس باند كليك يمين انتربت عشان اخرج من الامر يبقى تاني امسك العمود كنترول سي امسك من السورس انزله في الديستنيشن دونت اكسباند يبقى انا كده عرفت ارسم العمود بتاع المشروع ده كده باختصار رسم الاعمده نفس الكلام الكاميرات لو انا دلوقتي عايز ارسم الكاميرات هرجع تاني للباوربوينت عندي المين اتش اي 300 هنرسم قمر رئيسي وهنرسم قمر سنوي وهنوقف المحاضرة بعد كده وهناخد الأسئلة وهنكمل إن شاء الله المحاضرة اللي بعد لو أنا دلوقتي عايز أعمل الستيل بيمز أو بمعنى أصح الستيل جيردرز في فرق بين الجردرز وبين البيمز الجردرز هي الربطة من العمود للعمود ولكن البيمز بتكون بين تو بيمز. مش مهندس أسامة السلام عليكم طيب ثانية واحدة معلش أنا متأسف آه وهنرجع تاني ثانية واحدة آه طيب يعني نستغل الوقت ده هو تم عمل جروب آه فيسبوك تمام يا ريت حضراتكم برضو تدخلوا عليه عشان يبقى التواصل او اي تاسك او اي بروجكت يبقى من خلاله ان شاء الله فاتمنى ان حضراتكم تدخلوا عليه لغايه لما المهندس سامي يرجع بالسلامه ان شاء الله ونستكمل السلام عليكم أنا بعتذر مرة ثانية بس أنا يعني مش عارف والله المشكلة في إيه يعني مع إن والله الإنترنت عندي ما فيهوش أي مشكلة فمش عارف هو بيوصل مني ليه فأنا بعتذر لحضراتكم مرة ثانية. آه، تمام هعمل سكرين شيرينج. تمام كده البرنامج ظهر قدام حضرتك. تمام يا باشمهندس تمام تمام في اي مشكله في الصوت كده ولا تمام لا لا تمام زي الفل تمام مفيش مشكله تمام طيب آه كده احنا عرفنا ازاي نرسم الاعمده نرجع تاني من الاول ازاي نرسم الكاميرات هدوس تو كليك على كرييت ستيل بيم هلاقي البروبرتيز الخاصه بالبيم آه اقدر اعدل منها آه زي ما اتكلمنا الاسم بتاعي بالنسبه لي هيكون جردر مش بيم البروفايل اتش اي اي 300 الماتيريال بتاعتي اس 275 جي ار أو. او ان انا اقدر من الماتيريال كاتالوج اقدر اختار الماتيريال اللي انا عايزها بس احنا ان شاء الله هنوحد الماتيريال كلها النمبر سيريز بالنسبه لي همسح النمبرنج ولاجي اخلي دي هنا 1001 اخلي هنا جي 001 بحيث ان يبقى الجردرز تاخد آه numbering جي والكولومز تاخد سي وهكذا البوزيشنز بالنسبه لي برضو هي نفس النقطه هنتكلم عنها حالا عشان ارسم البيم من العمود للعمود ممكن ارسمها من السنتر ادي اول نقطه والنقطه الثانيه اللي هي الاند كده انا رسمت الكاميرا بتاعتي تمام كده نفس الكلام اقدر ارسم الكاميرا من هنا لهنا كده انا قدرت ارسم الجيردرز الخاصه بتاعتي لو انا دلوقتي عايز ارسم البيم الخاصه عندي في المشروع لو انا رجعت تاني على الباوربوينت هلاقي في البيمز عندي اتش اي اي 200 يعني بنظره العين كده هلاقي انها في الـ في السنتر ما بين جريد 1 وجريد 2 ما بين جريد 2 وجريد 3 تعالوا نشوف بنرسم الكاميرا ال اتش اي -E 200 تمام لو انا جيت من هنا عايز ارسم الكاميرا هنا في النص بكل بساطه اجي هنا البيم ادوس عليها تو كليكس هذا يطلع لي البروبرتيز الخاصه بالبيم لحظات بس هو شويه هبدا ادي الاسم بتاعها بدل جردر هيكون بيم عشان عندي من كاميرا لكاميرا القطاع بتاعها هيكون اتش اي اي 200 هنخليها نفس الماتيريال هنخلي الكلاس بتاعها بدل ثلاثه عشان نقدر نميزها هنخليه مثلا اربعه النمبر هنخليه بدل جي هيكون بي طيب هي من نص الكاميرا من نص الجردر لنص الجردر لو انا جيت وقفت هنا هلاقي لقط الميد بوينت اقدر ارسم من هنا لهنا كده احنا هنقدر نرسم كل الكاميرات في المشروع يبقى احنا كده اتعلمنا ازاي نرسم الاعمده ازاي نرسم الكاميرات ازاي نرسم الجردرز او البيمز نفس الكلام ينطبق على كل السيل بارس اللي احنا ممكن نرسمها سواء البولي بيم اقدر ارسم ارسم اي بولي بيم في القطه معايا، لو انا دلوقتي عملت بيفضل معايا زي التشين دوست سكرول الاقيه عمل معايا البولي بيم. هي عباره عن كاميرا مستمره. الكيرفت بيم نفس النظام، هقدر اعمل اي كيرفت بيم. نفس الكلام في التوين بروفايل. التوين بروفايل سريعا كده اقدر استخدمها لو انا عايز اعمل تو بروفايلز جنب بعض. الاستخدام الشائع ليها لو انا عايز اعمل تو انجلز باك تو باك او الستار شيب ده كده استخدام الـ بروفايل لو انا دلوقتي عملت الـ بروفايل زي ما حضراتكم شايفين عمل الـ بروفايل تمام كده آه نفس الكلام الـ ارثوغنال بيم دي بتكون كاميرا رأسية الـ beam بيم البليت او الكونتر بليت بيتم رسمه باي عدد من النقط لو انا عملت كنترول تي لو عملت ادي نقطه ادي اتنين ادي تلاته ادي اربعه ادي خمسه ادي سته دوست سكرول عمل لي بليت باي شكل انا عايزه ولكن هنتعرف آه في المحاضره اللي جايه ازاي نرسم البليت وازاي نستخدمه تمام كده آه اتمنى ان انا ما اكونش طولت برضو على حضراتكم احنا كده عرفنا ازاي نعمل الستيل ممبرز سواء الاعمده او الجيردرز او البيمز طيب أه انا بس عشان وقت المحاضره وعشان في محاضره بعدي فانا هستاذنكم ان انا هقف لحد النقطه دي أه هنزل لحضراتكم كل التفاصيل الخاصه بالتاسك الخاصه باليوسف لينكس اللي احنا هنحتاجها انا كان نفسي والله اكمل المحاضره بس عشان تجنبا لتعطل اي محاضره اخرى ولكن ان شاء الله هنتكلم هنحاول نتفق ان احنا نخلي الميعاد بدري شويه بحيث ان ما يكونش في اي اعتراض بين اي محاضره والتانية وان شاء الله برضو المره اللي جايه هتكون هنتكلم بشكل اوسع عن الموديلنج وان احنا ازاي نعمل الكونكشنز تمام أه باشمهندس محمد أنا كده خلصت أتمنى إن أنا أشوف الأسئلة. يا باشمهندس جزاكم الله خيرًا على المحاضرة الرائعة دي. جزانا وأياك. بداية موفقة إن شاء الله أتمنى لو حد عنده أسئلة يكتبها في الشات أو عن طريق يعمل ريز هاند كده لو عايز يعمل مداخلة مباشرة مع باشمهندس تمام هو في سؤال باشمهندس محمود مجدي في فرق لما أرسم البيم من سنتر العمود أو من الـ بوينت end point لا هقول لحضرتك على حاجة هو يعني by default أنت بترسم من سنتر لسنتر لكن لو رسمت من الـ end point للاند end point ما بيبقاش فيها مشكلة أنت في الآخر بين البيم وبين الكولوم أنت بتعمل كونكشن فأنت لازم تكون البيم دي يعني بالبلدي كده جنب جنب العمود عشان تقدر تعمل الكونكشن لأن لو البيم بعيدة عن العمود بتلاقي البوينتس بتاعت البيم بعيدة عن الكونكشن فدي ممكن تعمل مشكلة في السينسي فايلز يفضل انك ترسم من الإند بوينت للإند بوينت تمام كده؟ أتمنى اكون جاوبت على سؤال حضرتك باشمهندس عمرو النحاس هل التكلة بفهم مكان الكونكشن بين البيم والعمود في المكان الصح؟ يعني أنا رسمت العمود ارتفاعه 3.5 متر بس برسم 2 دي لا أنا مش فاهم السؤال يا باشمهندس عمرو أستأذنك لو تتكلم معايا صوت بشمهندس عمرو الو ايوه السلام عليكم انا انا أز... يعني في سلامه أيوة. آه... بس انا اقصد انت رسمت العمود آه... آه... الاي سيكشن في ال2 دي والبيم رسمتها برضو في ال2 دي هو لقط ان هو مثلا البيم دي في المنتصف ولا فوق ولا تحت تمام مثلا عندي في الريفيت بعد لازم اعمل له جريد وكده على اساس ان انا وبلانات عشان اعرف ارسم في أي مكان تمام هو رسم رسم العمود في في الريفت بيختلف عن رسم العمود في التكله بمعنى انك رسم العمود في في الريفت انت ممكن تعمل الجريد انترسيكشنز وتختار الانترسيكشنز كلها يرسم لك الاعمده تدي له البيز اوفست والتوب اوفست ده كده بالنسبه لرسم العمود في في الريفت ممكن ترسمه من البلان عادي تمام لكن في في التكله انت ممكن ترسم من البلان وممكن ترسم من ال3 دي فيو اوضح لحضرتك بشكل احسن هرجع تاني للبرنامج لو انا دلوقتي حضرتك دلوقتي شايف البرنامج معايا تمام لو انا دلوقتي واقف في 3 دي فيو وعايز ارسم العمود في ال 3 دي فيو تمام ده قصد حضرتك لا انا حضرتك رسمته في ال 2 دي فيو ولما رسمت ال رسمتها في ال 2 دي فيو بس هو جاب منين ان الـ الـ ان انا بوصل ما بين نقطتين ما بين التوب بتاع العمود مش السنتر ولا آه، لا يا فندم هو بص هو لو هيفهمها لوحده ولا انا بدخل له الليفل ده؟ لا يا فندم انا ممكن ادخل الـ الـ انا دلوقتي واقف على ليفل هو بيرسم لي على الليفل دوت ده كده بالنسبه للكاميرات طب لو انا عايز انزل عن الليفل دوت باجي لو انا دلوقتي وقفت على الكاميرا مثلا لو انا ادوس عليها تو كليك انا ممكن من هنا من البوزيشن بتاعي ابدا انزل الكاميرا بتاعتي تمام ده قصد حضرتك؟ انا اظن حضرتك رسمتها من غير ما تعدل في البوزيشن حاجه بس هو هو اختار البوزيشن بتاعها فين بقى يعني ليه هو, هو اختاره الباي ديفولت بتاعك الباي ديفولت بتاعك بيكون في الكاميرات من التوب والميدل لو انا عايز اعدل عليهم عندي هنا من البلان ميدل لو انا مثلا خليت ده كده مثلا 20 ودوست موديفاي بيبدا يحرك لي في البلان من السنتر تمام مم. بالنسبه لي للروتيشن بيبدا يديها زاويه بيبدا يديها زاويه زي ما حضرتك شايف تمام لو انا دلوقتي اد خليتها مثلا 100 يبدا ينزلها لي تحت الليفل فانا يعني هو واخد الزيرو بتاعه في المكان ده ليه يعني يعني انا أوه. انا قصدي الجريدات موجوده تحت في العمود خد البيم فوق ليه لا يا فندم الجريدز في ال 3 دي فيو بتبان في الليفل البيس فقط ده في ال 3 دي فيو هو مش زي الريفت الريفت لو انا عملت في الفيزابيلتي اند جرافيكس وعملت ان الجريس كلها تظهر تظهر لي كل الجريس في المشروع من اول ليفل لاخر ليفل الكلام مختلف في التكلا عن الريفيت في التكله انا بيبين لي الجريس في البيز وانا ممكن اخفى الجريس كمان ما اشوفهاش ما عنديش اي مشكله هنتعلم الكلام ده كله في display سيتنج ان شاء الله المحاضره اللي جايه لكن البوزيشنز في الاعمده وفي الكاميرات تعتبر بالنسبه لي واحده انا في الاعمده زي ما اتكلمنا في البوزيشنز هو بيبدا يحرك سواء في الاكس أو في الواي أو إن هو يديله روتيشن ده كده بالنسبة للعمود بالنسبة للكاميرا زي ما حضرتك شايف بيغير لي في الإكس بيغير لي في الزد بيغير لي في زاوية روتيشن ده كده بالنسبة للكاميرات تمام. تمام, آه، تمام. تمام كده ولا ما تمام شكرا يا تمام أشكرك شكرا. تمام في أي سؤال تاني؟ آه، بسم الله هل آه، هل الرسم بيعمل حساب الاند بليتس اقول لحضرتك على حاجه لما حضرتك بتيجي تعمل كونكشن هو اوريدي بيعمل كات للسكند ريبورت مع البين بارت تمام كده بمعنى ان انا دلوقتي مثلا لو عايز اعمل كونكشن خلينا اعملها لحضرتك دلوقتي سريعا وهنتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله المره اللي جايه ان انا دلوقتي رجعت الكاميرا للبوزيشن بتاعها وجيت فتحت كونكشن مثلا وليكن 144 دي كونكشن بين الكاميرا والعمود اخترت المين بارت والسكندري بارت هو باي ديفولت يا فندم بيعمل لي كت للبيم على الكولوم بص حضرتك كده مع ان انا راسم لغايه الميدل اوف كولوم بس هو عشان كونكشن عمل لي القط بتاع البيم فانا دلوقتي لو راسم من جوه او من بره يفضل انك ترسم لغايه الميد بوينت عشان لما يعمل الكونكشن يعمل فيت الكاميرا مع العمود اللي هو المين بارت مع السكندري بارت اتمنى اكون جاوبت على سؤال حضرتك ممكن اتكلم اه اتفضل يعني القصد ان احنا دلوقتي احنا احنا يعني في الاول خالص بنحدد من الـ من السنتر للسنتر بتاع القلم مظبوط وبعد كده بنبتدي ندخل في الديتيلنج بتاع الكونكشن اللي ما بين البيم وما بين القلم بنعمل اند بليت بقى ونحط الديتيلنج بتاعتها وبتتحسب ده. اوتوماتيكلي يعني مظبوط مظبوط وانا بجيب بديد... وانا بجيب بتاعت الاند بليت كمان طبعا اللي مظبوط البيت... يا فندم انا دلوقتي لما اجي بدخل على الكونكشنز ببدا احط أه. كل البارامترز الخاصه بالكونكشن بين العمود وبالكاميرا او بين اي منبر والتاني ببدا احط أه. الارتفاعات بالنسبه لي ابدا لو في ستيفنرز احطها لو في بولتس لو في ويلز ببدا كل الكلام ده يا فندم احطه ان شاء الله المحاضره الجايه هنشرح بالتفصيل ايه هي الستيل كونكشن جزاك الله خير محاضره جميله والله يا باشمهندس جزانا واياكم، جزانا واياكم، أشكرك. شكراً حبيبي. المهندس محمد أبو هاشم، تفضل. بشمهندس محمد، أساساً تفتح المايك بس. مش محمد أبو هاشم. هو كده في أسئلة تانية على الشات ولا كده تمام؟ تمام اه هو خلاص كده يعني ما فيش أي أسئلة تاني طب حركة أسستينك باشمهندس محمد ممكن تفتح له المايك؟ طيب انا بعمل اسك تو ان ميوت بس هو يوافق يعني اساسا حضرتك مش مهندس محمد حضرتك تفتح المايك من عندك انا انا فتحته عملت حضرتك اسك اه تمام كده لو سمحت يا باشمهندس انا كنت عايز استفسر عن المنشات المركبه اللي هو الجزء مثلا ستيل اي بي مثلا والجزء الثاني بيكون مثلا كونكريت فهل ده إيه. موجود في ولا لا ولو موجود حضرتك ممكن تعرفنا بتعمل ازاي؟ مظبوط فهو... يا فندم هو حضرتك بتتكلم عن الكومبوزيت سيكشن اه مظبوط يا فندم التكله عموما بيرسم ستيل اليمنتس وكونكريت اليمنتس بمعنى م. ان انا مثلا عندي العمود عندي هنا في البيس انا ممكن اعمل مثلا كونكريت فاونديشن باجي عن طريق امر هنا الكونكريت ببدا ارسم الفاونديشنز بتاعتي في عندي هنا من كونكريت حاجه اسمها فوتنج تمام ببدا ارسم الفوتنجز بتاعتي او بس هنك شويه عندي البات فوتنج والسيف فوتنج بختار البات فوتنج ببدا اختار البوينت بتاعتي اللي انا انزلها عليه هو كده اوريدي عمل لي الفوتنج بتاعتي حضرتك ممكن بعد كده بتكمل الديتيلز بتاعتك ان بين مثلا بين الكولوم وبين الكونكريت سكشن ممكن مثلا تعمل زي بيس بليت وتعمل أنكور بولتس وهولز وبولتس انا بدور ان شاء الله المحاضره اللي جايه هنعمل بيس بليت كونكشن للستيل مع الخرسانه احنا مش هنتعرض لرسم الخرسانه ولكن احنا هنتعرض لرسم الستيل بس حضرتك مبدئيا عرفت كده ممكن الكونكريت تترسم منين إيه؟ لكن الستيل كونكشن ان شاء الله بتاعت البيس بليت للعمود ان شاء الله هنتكلم عنها المحاضره اللي جايه تمام كده تمام اتمنى اكون جاوبت على سؤال حضرتك طب مش يا اتفضل آه هو انا لو عندي بوكس سيكشن وعايز اصب جواه خرسانه مثلا تمام تمام فده متاح يعني ان انا مديول الموضوع ده على التكله واعمل له انا, أنا موديلنج يعني تمام التكلا عموما تكلا ستراكشر بيعمل اناليتيكال موديل ببدا بعد كده اصدره لل لتكلا ستراكشرال ديزاينر تمام ده برده رد على سؤال باشمهندس محمد حضر في السؤال ممكن نعمل تشيك ديزاين اه, آه. ساعتها انت ممكن تعمل اناليتيكال موديل على تكلا وتبدا تح... تودي الموديل بتاعك سواء مثلا للايديا ستاتيكا او للساب او للستاد فهو بالنسبه لك وسيله مساعده ان انت تنقل بعد كده على برامج الاناليتيكال نفس الكلام برضو في ريفيت انت ممكن تعمل اناليتيكال موديل وتبدا تصدر لبرامج الاناليسيز زي الروبوت او الاتابس او غيرها بالنسبه لسؤالك يا باشمهندس محمد حضرتك دلوقتي لو عايز تعمل بوكس سكشن وتعمل جواه بوكس تعمل جواه كونكريت الموضوع برضو سهل ما فيهوش مشكله انت ممكن ترسم البوكس سكشن وتبدا ترسم عن طريق كونكريت كونكريت بيم تبدا ترسم الكاميرا الخاصه بتاعتك، ممكن تعملها بالقطاع بتاعها جوه البوكس سيكشن وتديها البوزيشنز بتاعتها. بس انا بعد كده بدخل في مرحله البلاننج ان انا بقول له الستيل دي هيتعمل فيها بروسيس معينه، بعد كده هصب الكونكريت جواها، يعني بالنسبه للكونكريت هقول له ان انت تصبها جوه البوكس سيكشن. بس انت ممكن تعمل موديل للخرسانه جوه اي بوكس سيكشن في الستيل، الموضوع ما فيهوش اي مشكله خالص. اتمنى اكون جاوبت على سؤال حضرتك كده جزاكم الله خير جزانا واياكم طيب آه، في حد تاني كده عنده اي سؤال لو ما فيش اي حد عنده سؤال استاذنكم تكتبوا رقم واحد في الشات آه، بشمهندس حسين الحسابات الانشائيه مش بتتعمل على التكله، التكله آه، ممكن احط لودز معينه وبقدر بعد كده انقله اعمل له اكسبورت لتكله ستراكشر ديزاينر مثلا او للساب او الاستاد. او الايتابس برضه ممكن اعمل له اكسبورت للايتابس آه <applause> تمام كده جزانا الله ايه أيوة على حضرتك اللي انا فهمته يعني في في التكله ان انا اعمل الكالكوليشنز الاول يعني السيستم والستراكشر والكلام ده كله وبعدين انقله بعد كده على التكله دروينجز او تكله فيوينج او كده ولا ولا انا فاهم مش كالكوليشن انا ممكن يا فندم من هنا احط له اللودز بتاعتي بص حضرتك لو انا جيت من قائمه اناليسيس اند ديزاين اقدر احط اللودز بتاعتي على المشروع أيوة. تمام سواء على الاعمده او على القمرات. ايوه منها ببدا انقل الموديل التكله بتاعي للتكله ستراكشر ديزاينر مثلا ويبدا بعد كده يحسب لي الحسابات طبقا للوز اللي انا حطيته بنسبه كبيره يا فندم بيتعمل الموديل على التكله وبتتحط الاحمال على برامج الاناليسيز ده بنسبه كبيره في البيست براكتس في الستيل ديزاين اتمنى اكون جاوبت على سؤال حضرتك ايوه يعني معلش انا اسف اقول لك في الحته دي بس لان الحته دي أيوة مهمه فلتة. يعني يعني انا لازم اعرف برنامج تنساب، ساب ستاد ستاد تروح الحاجات دي كلها ولا التكله ممكن يكفيني ان انا لا يا فندم التكله استراكشر يا فندم مش برنامج اناليسز التكله استراكشر برنامج موديلينج اند ديتيرينج فقط لكن فجل. هو مش برنامج اناليسز يعني انا مش بحط مش بحط لي لودز لودز وهو بي... بيطلع لي سكشن ولا ولا لا يا فندم انا يعني, بقى هي بقى يعني بقى وال... كلها ويليها ان انا بعدد القطاع ويليها ان انا برسم الستبس اوف ديزاين. لا يا فندم التكله بالنسبه لي انا برسم ممكن لو انا هعمل تصميم منشا افتراضي ببدا احط قطاعات افتراضيه وابدا احطها اللودز بعد كده ببدا انقل لبرامج الاناليسيس سواء الساب او الساد او الايديستيكا لو انا هعمل ديزاين للكونكشنز بعد ما وصلت لديزاين الممبرز وابدا بعد كده ارجع لبرنامج التكله. آه. تمام كده؟ اه كده فهمت يبقى انا لازم يبقى انا معايا برنامج مساعد تاني عشان يعمل لي بتاع السيستم اللي انا عايزه مظبوط مظبوط شكرا حبيبي جزاك الله خير حبيبي بشكرك جزاك الله وإياكم اشكرك باشمهندس علي باشمهندس خالد آه ممكن التصميم في التكله ولكن يفضل الساب او اللي تابس البس براكتس يا فندم ان انت زي ما قلت لك بتعمل موديلنج على التكله بعد كده تبدا تنقل لبرنامج ديزاين تعمل الاناليسيز بتاعتك وتبدا ترجع تاني لبرنامج التكله تعمل ابديت للموديل بتاعك وتبدا تعمل الديتيلنج ورك بتاعك آه طبعا التكله بالنسبه لي موديلنج اند شوب دروينج ده بشكل احسن آه جزانا واياكم يا باشمهندس طيب باشمهندس محمد في اي اسئله تاني؟ من آه. جزينا وإياكم. طيب أساسا آه حضرتك هتنزل لهم لينك الحضور تمام؟ طيب. أنا على الجروب إن شاء الله الخاص بالبرنامج هوضح إيه التفاصيل بتاعة التاسك اللي الناس هتبدأ تعملها. هنزل لهم البلاند، هنزل لهم الجريدز، هنزل لهم الأوتوكاد فايل لو عايزين ينزلوا كريفرنس موديل، وإيه المطلوب منهم إن هم يعملوا في أول محاضرة، وإزاي هيسلموا التاسك بتاعتهم. يعني إن شاء الله خلال ساعة بالكتير هكون منزل من كل التفاصيل. جزاكم الله خيرا. جزانا وإياكم. الحضور بالفعل. تمام. اه تمام اشكرك باشمهندس محمد. آه، ممكن نعمل جروب واتس م... آه، باشمهندسة هبة ال... الداتا اللي انا احطها ممكن تتوه جوه جروب الواتس. فيفضل ان احنا هنعملها على جروب الفيسبوك ان شاء الله. واي سؤال لحضرتك ممكن تتقالي على جروب الفيسبوك. تمام كده باشمهندسة هبة. تمام طيب آه، جزاكم الله خيرا. واشكركم على حضوركم سبحان الله وبحمده الله ان لا اله الا انت نستغفرك اليك اشكركم يا فندم ان شاء الله نتقابل في المحاضره الجايه نكمل أه هتكلم مع باشمهندس محمد وباشمهندس عمر وباشمهندس سليم اذا كان الميعاد هيكون هو هو او ممكن نقدمه شويه بحيث ان احنا يكون عندنا متسع من الوقت ان احنا نقدر ان شاء الله نكمل المحاضره بتاعتنا جزاكم الله خيرا شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته شكرا جزيلا شكرا نزلت لينك الحضور ولينك الجروب الفيسبوك أساسا حضرتكوا برضو إيه يعني تدخلوا على جروب الفيس وتعملوا جوين عليه وتعملوا سبميت برضو لحضوركم النهاردة أول محاضرة من كورس التاكسي الأستراكشر إن شاء الله وجزاكم الله خير. هستاذن حضراتكم في حاجه ان ان اي حد يعني عارف الاصدقاء وممكن يشير معاهم اللينك الفيسبوك او لينك المحاضرات دي بحيث ان احنا نعظم الاستفاده من الكورسات اللي بتتاخد عن طريق اريبيا او النقاط يعني فاستاذن حضراتكم ان احنا نشير الموضوع بحيث اكبر عدد يستفيد ان شاء الله ونحقق الاستفادة المرجوة من الكورس ده إن شاء الله وجزاكم الله خير